يعني من محب المنتخب الوطني، ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله، انسان عملاق تاع كره القدم لازم نقولوها قدام الناس هذا باعتراف كل الناس. هو اللي انا بالنسبه لي هو اللي اكتشفني وهو اللي اداني للفريق الوطني، هذه واحده. ثانيا حتى الجيل هذا تقريبا كله بالمرجع كله كان من عند المرحوم، هو اللي كان يعني عيطوا. دونك سيتي ان تري غون اكسبيرت، كان يشوف الكره. اذا ربي يرحمه وعطى كثير الكره الجزائريه كمجاهد كمدرب كلاعب. اذا ما نقدروش نزيدوا نقولوا عليه، ربي يرحمه ويوسع عليه. يعني خساره كبيره، يوم شهادة اليوم تخليكم تفتخروا اليوم بأبيكم، يعني هو اللي كان قدوة والناس يعني اللي تتذكر فضل رشيد مخلوف. هذاك قلت كل شيء، تليفون ما نقدرش نزيد نقول، هذاك ملخص كل شيء. يعطيك الصحة. الله يحفظك. الله يحفظك. في سالم في البوكلي. قاعد الصوت. أول قناة إلكترونية في الجزائر.